أنا فقط أذكرك بتصريح لرئيس هيئة النزاهة يحذر مافيات الفساد الكبيرة بأنهم تحت الرقابة الصارمة. هنالك تساؤل يا سيد موسى يطرح في أو بين الفينة والأخرى ولا إجابة واضحة له، ومن يقف خلف الفساد ومن يحمي الفساد سواء كان قانونيا أو تحت نفوذ السلاح؟ قال رئيس هيئة النزاهة هنالك مافيات، من هذه المافيات؟ لربما تجيبني وتقول لي مافيات سياسية، من هذه هي المافيات السياسية؟ حتى ننشغل ببينة تعطينا إياها. نعم، قبل هي متردد أنه مصفى كربلاء اللي وضع حجر الأساس مالته المالكي هو والشهر الثاني عام 2014 بكلفة 6 مليار دولار في كربلاء، اتضح أنه لا زال لم يعمل بعد. ليش لم يعمل بعد؟ لأنه السياسيين الجهات المتنفذة بالأحزاب هم أصلاً مؤسسين مصافي خارج العراق ويقومون بتصفية النفط وإرسال منتجات نفطية، وبهذه الحالة ما يصرفوا لهم أنه مصفى يكون بالعراق يسد الحاجة، ولا يصرفوا لهم معامل لإنتاج الغاز حتى تحرم إيران من تصدير الغاز للعراق، ولا صرف للخطوط الجوية شركات الخطوط الجوية اللي تملكها الأحزاب والمتنفذين بالأحزاب أن تنهض الخطوط الجوية العراقية الحكومية بمهمتها. فالحكومة لليوم لا استخدمت تضييق رقعة الفساد أو ولا استخدمت الردع، لأنه ما معقولة خلافا للقانون زهير أو نور زهير يعني قصته مليارين ونص دافع ربع المبلغ، وذاك هو بالدول الأخرى تحذريعة أنه راح يدبر الفلوس، في حين القانون يقول لا يبقى بالسجن لحين استرداد المبالغ المؤشرة عليه. فالأطراف السياسية منه هي اللي نقول الحيتان والأطراف. بعدين أكو جانب آخر، هيئة النزاهة يومية تصدر بيانات بخصوص قضايا الفساد اللي تكشفها، لكن مثل ما نقول يعني ما ممكن أنه واحد ينظف الدرج ابتداء من الباية الأولى والثانية، لأنه راح يرجع عليه. اللي يفترض انه الدرج تنظف من الاعلى للاسفل، فخلي تاخذون اجراءات ضد الاساس الفاسدين. هرم استاذ موسى.